لازم احط ايدي على المشكله، بعد كده ادور على كيفيه العلاج. بنتكلم عن اللامبالاه واحساس باللامبالاه، وكلها من السلبيات اللي بتعتري المجتمع المصري حاليا من جراء فقدان الامل. خلينا ان احنا نرحب بضيفي العزيز الاستاذ حسن عبد الفتاح، خبير التنميه البشريه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. خليني اسال حضرتك، من وجهه نظرك ايه اسباب انتشار اللامبالاه بين فئات المجتمع المصري في الوقت الحالي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المجتمع بيتكون من ايه؟ بيتكون من افراد، وكل فرد بيبقى له هدف ويبقى له امل في الحياه وبيبقى له شيء بيسعى اليه، او بيبقى له معتقداته اللي هو بيتصرف من خلالها اللي بتوصله للهدف اللي هو عايزه. نعم. فبيقدر يعمل خطه بتوصله لهدف معين في وقت معين بطريقه معينه. اذا غاب اهم شيء في ده كله اللي هو الدافع اللي انا احقق منه الشيء اللي انا عايزه، بيبقى بالنسبه لي كل الامور متساويه. انا ما عنديش دافع، طب هعمل ايه؟ طب هصحى من النوم اخرج اعمل ايه؟ ولو خرجت هخرج اقضي وقتي في ايه؟ ولو قضيت وقتي في حاجه مفيده اعرف منين انها هتجيب لي نتيجه. نعم. واذا جابت لي نتيجه اعرف منين انها هتجيب نتيجه ليا انا مش اللي حواليا. كل واحد بيفكر كده. احباط ما بعد الفعل. احباط ما بعد الفعل. نعم. بالظبط كده. فبما اني انا ما عنديش معيار اقيم بيه ادائي في الحياه شكله ايه، او ابسط الكلام بشكل يعني عشان برضو كل المشاهدين يفهموه، انا دلوقتي بالنسبه لي عايز ايه من الحياه؟ عايش ليه؟ بالهدف. للهدف. الهدف ده ايه؟ مش بيبقى دافع جوايا؟ دافع جوايا بيخليني اتحرك في الاتجاه اللي بيوديني ناحيه الهدف باقصر الطرق وباسرع الوسائل. بالظبط. بما ان انا مش لاقي الدافع اللي يبتدي، زي مثلا ما بنقول في العربيه مثلا ما فيش بنزين، طب العربيه هتدور ازاي؟ بالظبط. هي حياه الانسان في الدافع، الدافع بالنسبه له زي البنزين. نعم. البنزين هو اللي بيحرك الحياه وبيخليني اقدر اعرف انا عايز ايه. وقبل ما اعرف انا عايز ايه، الاول لازم اعرف انا مين، وانا مين وحدودي ايه وقدراتي. نعم. ايه وامكانياتي اللي اقدر استخدمها. نتعرف ايه على الذات في الاول. ايوه بالظبط. اتعرف على ذاتي بكل مشتملاتها، باحلامها بطموحاتها باهدافها، وقبل ده كله قدراتها وامكانياتها. انا مواهبي ايه وقدراتي ايه وامكانياتي ايه وهقدر اعمل بيها ايه امتى؟ هو ده الاساس في النجاح. نعم. يعني اهم حاجه عشان اي انسان يقدر يوصل لمبتغاه ان يكون عنده هدف يقدر يمشي على اساسه، عشان لما يوصل لهذا الهدف يحس ان هو انجز شيء. قبل الهدف لازم يكون في دافع يحركني. دافع ناحيه يحرك. واول ما اوصل للهدف، ما هو في ناس بتوصل للهدف وخلاص بعد كده هعمل ايه. خليني برضو نتكلم ناخدها خطوات. اثناء ما دخلنا ثوره 25 يناير كلنا كان عندنا هدف، وهو القضاء على هذا الظلم الذي يعتري البلاد. تمام. كلنا حسينا بالامل، ولكن مره واحده تحولنا 180 درجه الى ناحيه الاحباط واللامبالاه. هقول لحضرتك الدوافع عند الناس كانت مختلفه. بمعنى هي دي نقطه فرديه قصد حضرتك يعني؟ هي دي نقطه الارتكاز اللي انا برتكز عليها في اول كلامي، ان نعم. في دافع بيحركني ناحيه هدف. نعم. في ناس كانت نازله علشان فعلا زي ما حضرتك بتقولي، او الغالبيه العظمى نازله عشان تقول انا عايز اخلص من الظلم. بالزبط. عايز اخلص من القهر، عايز اخلص من الحاله اللي هي لا حاله ثواب ولا حاله عقاب، عايز اعرف انا رايح فين. لا. بالزبط. عايز حاجه جديده، عايز تغيير. طيب الناس كلها كانت كده، في زي اللي بيسموهم حزب الكنبه زي ما التعبير السياسي بيقول، كانوا الاغلبيه برضو بيقولوا طب ايه يعني، ما احنا قاعدين واحنا كويسين. فابتدى لما الشباب سابوا ثورتهم وتركوا الميدان بعد التنحي، يعتبروا لحظه التنحي هي اللحظه الفارقه. انت سبت ثورتك ولا لا؟ نعم. لما تيجي تسيبها ازاي لما اجي ابيع حاجه ازعل من اللي يجي يشتريها؟ بالظبط. انا سبت ثورتي، فبالتالي مستني منها ايه؟ انت عملت ايه؟ قبل ما نقول الحاكم كان بيعمل، وقبل ما نقول الحاكم كان فيه والحاكم هيبقى فيه، طب انا فين؟ انا فين من ده كله؟ انا بعمل ايه؟ زي ما كنا قبل الانتخابات كنت بتكلم في محاضره بقول يا جماعه قبل، طب ما تطلبوا من الرئيس الجديد اللي انت تنتخبوه انه ينظف الشوارع، طب ما تطلب من نفسك انك ما ترميش منديل على الارض. بالظبط. قبل ما تطلب منه ان هو يحل ازمه المواصلات، طب ما تطلب منه ان انت تطلب من نفسك ان انت تعمل حاجه تحل ازمه المواصلات. قبل ما تطلب منه انه يقول ان يخلي المجتمع في امان، طب ما تحافظ على جارك، تحافظ على اللي جنبك، تحافظ على اللي معاك. هي الفكره احنا ابتدينا منين وانتهينا فين؟ مش مشكله ابتدي ازاي، المهم انتهي فين. انا سبت ثورتي، فمش من حقي ان انا يبقى عندي ان انا اقول لا ده حصل وجرى واللي ما ينفعش واللي حصل ده ظلم واللي حصل ده خطأ. احنا سبناها في وقت غلط. سبناها في وقت غلط وبطريقه غلط. بالظبط. زي بالظبط اللي بيتنحى عن السلطه
في وقت لا يجب أن يتنحى فيه عن الكرسي، وأن هو لازم يحافظ ساعتها على البلاد. إحنا عملنا كده بالظبط. ما هي الفكرة كلها إحنا على من أساسيات ألف به ثورة ناجحة، إن اللي يقوم بالثورة هو اللي يرشح الحاكم أو اللي يحكم بنفسه. نعم. هي الثورات الناجحة بتبقى كده. مفروض. طيب أنت دلوقتي قلت أنا يا جماعة عملت ثورة وخلاص قطعت بالنظام. نعم. طيب خليت مين مكانه؟ عملت تركها انا ايه؟ تركتها للغير. لاي حد بالظبط. مش شرط، يعني كل اللي ترشحوا في الانتخابات من حقهم يدخلوا الانتخابات، ومن حق اللي يفوز يفوز طبعا ما دام دخل الانتخابات. طيب انت كشاب بتقول ان في جماعه معينه دخلت باكتر من مرشح، طب وانتوا كشباب ما انتوا كنتوا كتير بالظبط، ما دخلتوش باكتر من مرشح بالثوره. ليه؟ ما قدرتش تنهض بالثوره ليه؟ ازاي يبقى من مرشحين الثوره واحد او اتنين من وسط 13؟ طب ما هو طبيعي كده، ما ينفعش. نعم. الموازين مختلة، ازاي انا احقق التوازن هو ده اللي كان هينجح ثورتي. طبعا بالنسبة للامبالاة المجتمعية هنا هي ليها جذور من قبل الثورة. نعم. ليه؟ لان ما فيش معيار ثابت بيحكم المجتمع كله، ما فيش هدف قومي بيسعوله. بس كان ما كانش فيه بعد الثورة، كنا ابتدينا ما يبقاش فيه لا مبالاة ولا إحباط، بل بالعكس كان بيعتري البلاد كلها الأمل، لان ده كان هدف مشترك، وكانت حالة عامة انا بسميها حالة ثورية ما بسميهاش ثورة للأسف. حالة ثورية مش ثورة. ناس كتير هتختلف معايا، أنا بسميها حالة ثورية مش ثورة. نعم. ليه؟ الثورة لازم تعمل يكون لها أهداف محددة، أهداف تتحقق في وقت معين وبطريقة معينة وبفئة معينة اللي هي قامت بالثورة. طب أنت قمت بالثورة ليه؟ إذا نعم. كنت أنت مش قد الحكم، طب قمت بالثورة ليه؟ أو نعم. كانت أهدافك مختلفة بقى عن أهداف الثورة. نعم. طب من وجهة نظرك إزاي نقدر نخرج من هذه الدائرة؟ اسمح لي أقول إنها دائرة من الإحباط والسلبية اللي دلوقتي إحنا بنحاول نخرج منها ومش عارفين نخرج. أنت دلوقتي افترضت إن في أمر واقع، خلاص أنت عملت حالة قطعت بنظام وانتخبت نظام آخر أو حاكم آخر، مش هقول نظام آخر، انتخبت حاكم آخر. طب أنت بتعمل إيه؟ ما أنت لازم تعمل حاجة عشان تقدر تقول أنا أقدر أتكلم بيها، ما مش كل يوم مظاهرات ومش كل يوم احتجاجات على إيه؟ طب الناس زهقت. ما هي الناس زهقت، طب عملت إيه؟ الناس عملت إيه عشان تقول أنا زهقت؟ وبقالنا قد ايه؟ طب ثوره 52 ابسط مثال. نعم. على ما ابتدت تآتي ثمارها كان من امتى؟ نعم. قعدت لحد 56 تأميم القناه وبعد الحرب العدوان الثلاثي وبعد خدت فتره كبيره بس جدا. ما حصلش هذه النكسات اللي حصل لنا دلوقتي برضو. ما هو كان في حاجه بتلم الشعب في الوقت ده. نعم. كان في كاريزما حاكم، كان في قضيه قوميه بتلم الشعب، كان في حرب لازم. نعم. كان الناس تجتازها كلها، لان الناس دي كانت طالعه من احتلال. بالظبط. انما احنا دلوقتي الاهداف مختلفه والدوافع مختلفه. هي اهداف نقدر نقول فرديه، هي كانت اهداف لجماعه الشباب، لفئه الشباب عموما. نعم. وبرضو مش هقدر اقول عموما، هي فئه معينه من الشباب حركت فكره نحو التغيير. انت عايز تغير، طيب انت فين البديل اللي طرحته؟ بالزبط. انت بتقول انا عايز اغير، طب فين البديل؟ احنا فبصينا تحت رجلينا، ما بصيناش لابعد من كده للاسف. ده زي اللي بالظبط خد عربيه وجري بيها على منحدر، وفي وسط المنحدر شد الفرامل اليد ونط من العربيه. لا العربيه هتوصل ولا هو هيوصل. بالظبط. هي الفكره في كده، انت عملت ايه؟ يا تلحق قبل ما الباقي اللي في العربيه، لو اللي يلحق يعمل حاجه. ما هو انت دلوقتي بتلتصق كل المعيبات بالحاكم، وبرضه بتلتصق كل المحاسن بالحاكم. طب الشعب فين يا جماعه؟ يعني احنا بنعمل ايه؟ لا. انا من حقي اقول انا محبط او انا سلبي او انا مش لاقي او طب انت بتعمل ايه؟ انت بتشتغل احنا عايزين الاخر هو اللي يعمل واحنا قاعدين. هي فكره كده، فكره الاب الحاكم لسه ما خرجتش من جوه الشعب المصري. بقينا عندنا مهما اختلفت المسميات، اسمه الحاكم يبقى اسمه الاب. طب ماشي. الاب مش هيقدر يقود السفينه لوحده. انا مش بدافع عن شخص من الشخوص. نعم. او بهاجم احنا بنتكلم بوجه عام. بالظبط. انا بتكلم بوجه عام، انت دلوقتي بتعمل ايه؟ ما انت طب ما تساعده. انت شايف ان هو حلو ساعده، شايف برضه انه وحش ساعده. العصور الزاهية للإسلام كان العلماء بيقربوا جدا من الحاكم وبينصحوه وبينهروه ويزجروه. بينهروه وبيزجروه يعني بيرجعوه، مش بقول للأسف يتطاولوا عليه أو كده. لا طبعا. بينهاه. لا التطاولات اللي بتحدث دي أنا شايفة إن هي شيء غير علمي كده. يعني ليه؟ ما أنا بقول لحضرتك مفيش معيار. بالزبط. هنا مفيش معيار. أنا معرفش، زي ما يكون حضرتك عندك بتغلي كمية سائل كتير لدرجة كبيرة في حالة مضغوطة ومقفولة بإحكام. نعم. الضغط شديد عليها، أول ما تفتح الغطاء هتخرج كمية بخار مهولة تملى المكان. نعم. القاع اللي هيفضل
هيترسب، هيقول لك طب انا ما كنتش قادر اطلع ومش عايز اطلع لان فوق في دخان. طب ما جربتش تطلع ليه؟ بالظبط. طب ما التجربة جربتش. انت بتعمل ايه يعني؟ احنا هنا في مصر مخترعين وعباقرة وعلماء وهقول كل شيء. نعم. طيب بيعملوا ايه؟ احنا عبارة عن فئة بتنظر وفئة بتتفرج وفئة مش عاجبها. هي كده بقت كده. فئة بتنظر اللي هم الصفوة ولا النخبة اللي بيسموهم، نعم، وفئة بتتفرج اللي هي حزب الكنبة زي ما بقول لحضرتك، وفئة معترضة اللي هي بينزلوا في مظاهرات او بينزلوا في او حتى بيبقوا في مكانهم بيعترضوا خلاص، يقول لك يعني البلد هتروح فين؟ طيب انت عايز تروح فين؟ الفكرة ان احنا محتاجين يكون لنا هدف